السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بالساعة في كرافت ذا وورلد العالم الثاني. قررت أعيد بصراحة، يعني لو تذكرون يعني آخر مرة، ها شو شوفوا هالوين خيبة، مشكلة ما عندي شيء. الحين لازم يجيب حصان، الحين بالليفل مو مشكلة عادي، قضية يعني. بس مكان حلو، دام يطلع في شير زين، وايد زين، وايد زين، يعني بيوفر علينا تعب وايد. وين السعر؟ خلينا نسوي له هذا كوب، لو طلع له هذا شو اسمه الخنفسان في الشيارة ولا شيء، خليه يروم يذبحه. لحظة، يا الله بيقعد يجمع ساعتين الحين، أبا يخلصني بس. سير سير، بعد واحد، هات لي واحد. ما تمشي بيدبل الحين. اوكي ممتاز، كوب مش كوب، سوري كرافت واحد، بس واحد صار. ابا انزل تحت في وحوش قرب، خلنا نشوف. لا ما في وحوش قرب، اهم شيء اساس ما يطفر بي. هنسوي الشارع سيدة بس عشان يروحون الحصة. حبيبي سير في، اعطوني واحد زين. يوم بتثلج اصلا بيرد اندفن ترى المكان عادي، يعني مش قضية. نبقى قب ثاني، قب تعال. مسخرة طلع علينا مسبوحة، تحسب بيسوي شي يعني، ترى طلع كلام فاضي. وانا مسوي التول الغلط بعد، حقه حاسب اني مسوي التول الصح، قاعد مسوي التول الغلط يا حبيبي. تعال شيل هذا كذا، شوف في سلاح. لحظة في سلاح، ما في سلاح المشكلة. نسوي بيت هني. لحظة وين الدري؟ نبى هاتش بس، هاي اللي نبغاها. كرافت نبا واحد، هذا بجيب حصان الحين مو مشكلة. بس لازم انزل مسافة هنا، ما بقى تم فوق. معظم الناس اظن بيفضلون يسوون بيت فوق الارض، بس انا افضل البيوت تحت الارض بصراحة. من الصدق يعني، واحد اثنين ونبا هاتش. وين
اليسار بات ونبا لحظة نبا ليتات هني بيكون فنان حق الاليفيتر عسى كذي بعدت عن المواد تذكروا اخر مرة احنا مسوين الاليفيتر طول كيف بنستعمل تضاريس الارض مو مشكلة هذي بسوي اماكن حق وركشوب ربع فوق هني في خشب معاناة الخريطة والخشب الحمد لله انك بعيد ما نبغى نعيد نفس المعاناة مرة ثانية لقينا 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 الصراحة ببدأ هني بيت نيو توسك راح برايه وين الارض مالي انتو تعرفون الروتين اللي هني كله صح اظني ما ادري حتى اقولكم شو الروتين خلاص حافظين انتو مفروض شنو بنسوي الحين بس انا بسوي بيت كرافت لادر ركبوا لادر هنا نسيروا في المكان نركب هذا نركب هذا نركب هذا عجيب موضوع البيوت هني اتوقع كان في عصور قبل التاريخ ترى كانوا نفس طريقة البناء يعني ما تفرق ترى على فكرة ما كانت تفرق كان في بيوت تنحفر في الأرض بعد في الجبال كانوا ينحتونها بعد إذا ترجعون للتاريخ والبرامج التاريخية بتشوفون إن في بيوت كانت تسوي بالطريقة هاي عن طريق الحفر ممكن تشوفونها أصلا اكتبوا انتو بيوت الجبال ولا بيوت النحت كانوا ينحتون البيوت اظني هذا كله تغير بعد بتحصلون وايد مو شوية هم عندنا مشكلة خشب نحن ما اعرف شو بيحلها بنحفر هني وبنحط عندنا التمثال مالنا من شهر التمثال هذا بنحطه هنا حتى ما فينا فوق اظن بنحتاج اصلا مساحة اكبر حق الوركشوبس الربع لكن المشكلة هاي اللي دهجوا مع ربيع هاي بيكون شوي مشكلة
الأسبوع. نبى سراير، نبى ما يرقدون يريحون الحين. ترى النوم وايد يفرق، لو اخليهم يناموا ويخليهم يرتاحون ويخليهم يسوون شيء مصيبة بعد، ترى مصيبتها يعني من خاطر، فلازم اشوف نبلتات تساوي يا حبيبي. شو هذا؟ بومة بومة عليه يا حبيبي. يلا يلا الحين احسن وايد من اخر مرة. حلو عقف، ما قلنا سلاح شيء الخايس. لا الله يخسر، قلت يمكن عقلنا شيء، ما عقلنا ولا شيء اخر شيء. وينك هاي؟ نبا الحين نسوي بعض الأساسيات. مين سمعنا حديد؟ وين حديد؟ بعيدة. زين لأن الحديد بعيد برايي مكان بيروح بساحة البيت الحين، بعدين بتفاهم مع الباقي. البيت نبى خمسة من هذا، نبى واحد اثنين ثلاث، وعندنا خمسة ومعنا ليفس. زين لازم يصير مكان حق تجمع ماء على فكرة، بس ما اقدر لين اجيب حديد. هذا الحديد هذا موجود، وهذا الحديد موجود. زين الحديد موجود ومر طيبة. نبى حديد، نقص الموارد مو مشكلة، دبر نفسك عادي يعني. بس شو المشكلة اذا صدق نقصت الموارد ما قاعد ادور لك على مورد قبل لا ينتهي؟ اثنين اوكي مو مشكلة، مو من كثر الشجر اللي عندنا يعني عشان نقطع. بس نبغى سلاح لونها سلاح ابدائية، بس يكون عنده شيء يضرب فيه، ولا انه بيطيح. يب مطح نايس. بل اوكي تعال هدو هذا الحين، هدو هدو بعدين ساعتين يتحرطموا عليه. ما ابي يربي، ابي يساعد الحين. يلا شكرا مبغيت. الوحيد اللي يمكن في الدنيا قاعد ادور فحم في اللعبة هاي اظني. كاش خد صراحة ثيم ولا هم الهلوين هذا اظني. هذا صور ثيم الهلوين، شيء عجيب صراحة، مضبوط
وين المسامير؟ بعد ما وصلوا ايرون اور لا اوكي وايد اوكي بس نبغى هايل. لا هاي الحين مسوي لنا بروتكشن حلو، فما له داعي اسير اطفر بعمري. ابغى يشيلون سمو لهني بس شو هالمكان؟ كهف هذا ولا شو؟ في شغلات جديدة انا قاعد اطالعها ترى. انا خشب خشب خشب، نبغى خشب لين يوم الخشب. مش قادرين نحصل. معدات والاسلحة اهم شيء في اللعبة. عندنا نوعا ما خشب بس في بورتال كبير، ما بطيح في البورتال الكبير انا صراحة. خلينا نشوف ما عنده سلاح. نبى اثنين هاتشت، بس واحد هاتشت. لحظة بيلد فورج. فورج يبالي ماي صح؟ خلنا نسوي سراير دام نقدر. اثنين مرة نسوي اكثر. هاي الواحد متى بيشيل الحديد اللي هناك؟ هذا واحد. ها بعد هاي الخريطة رقم 2، خريطة رقم 3 مكان ثاني، دنيا ثانية. افتكينا منهم المرة. هذا ما بذبح الحين، بتريال يطلع الى صوف، يطلع الى صوف بذبح. اوكي ليش؟ لانه بنحتاج الخيوط. ولا تذكرون بس افتكينا منهم الحين مؤقتا. ولا تذكرون بنحتاج الخيوط. هاي اللي بعد نباهم، هاي ما نباهم، هاي لا خلا. ما اعرف اذا حطيت هني واحدة بيضيع علي الحديد ولا لا. شل الحديد، ممتاز. دام انه ما ضاع امور طيبه ترى. اوكي ميلر بوك. اهم شيء ما يطيح علي مورد حديد. مهم مهم. زين وين صار؟ نبغى فورج ولا ماي صح؟ ماي ستون. نبغى ورك بنش. ورك بنش يبغى له طاولة. سوي طاولتين، واحدة للأكل. متأكد إن الجماعة يعانين أنا الصراحة. حطي عندهم. عندنا شيء ناكل؟ هي عندنا. في البداية عادي أكلهم أي شيء. أنت قاعد تقول لا مو بياكلون بيملون. يوم يعانين ياكلون كل شيء. يلعبون طاقتهم على الأقل. هذه هني. أوكي. هذا هني. هذا هني. طبعًا أنا أسل أول صفين فوق بعدين اللي تحت أساس بعدين ما بيوصلون. وما عندنا سكافولدنج الحين.
ليش قاعد اشيل هالصب؟ لحظة انا اشيل اي صب؟ في فحم هني، في حديد هني، في حديد هني. خلنا اشيل هني. نبى فحم، بنحتاجه، مورد مستقبلي ممتاز هذا. اوكي شلوا هاي الكلام، بعدين شلوا الصف اللي تحت، شلوا هذيله، بلد بلوكس. مو بحاجة الثلج وايد انا. زين ان عندي المنطقة فيها شير شوي، ولكن بتلعوز تراني. انزين وين ال صديقي هذا؟ نبى طاولة، نبى خشب، نبى حديد. نحطيه وين؟ هني. ما نبي يشيلون سموم، بيودونه فوق، مو قضية يعني. الثلج له استعماله هني ترى، قد ما توقعونا شيء يعني، ولا يمكن ما توقعونا شيء هذا، لكن بيكون له استعمال. باكج، شو طاح في الباكج؟ ايش طاح لي من ساعة وياه؟ برين انجار هيلو انجل اجلتي كوب. تعال افا، كيف حصلت بيري في الثلج؟ كيف ترتيب؟ حصلت بيري في الثلج، عجيب. خلينا ننزل من هنا عند الفحم. الحديد قريب ولا بعيد؟ قريب، هنا اقرب. الموارد هنا اقرب. خلنا نسير له، لازم لازم موارد، لازم غير موارد انت لعبت وايد. هذا سادس واحد، هذا هنا، هذا هنا، هذا هنا، اذبحوا بعد. شوفوا هيلو انجل، عجيب. شو الغطاء الفنان، فنانة الصراحة. انزل اكويب الحين، خلنا نشوف التريم ولا كيف. نبى مسامير اكيد، نبى نسولف خشب، بس العوزنا اذا سويناها ترى. انزين بنحفر مكان ايس، نقدر نسوي ثلج. شوفوا في يفرق، شو يفرق؟ ورك بنش بلانكس، شيء اساسي هاي حق نص موارد البناء، وما عندنا احنا اصلا خشب مستدام في المكان هذا. بس اصلا عش حبة الحين. اوكي ونبا نحفر وايد، نبا شعب من الحين يكون عنده حديد. بس لحظة، الاسلحة وين؟ اسلحة هني، فلازم اخلص هاي اسرع. يبالي ما بيستوي اسرع، لازم اسوي الفورج اول. اي صح، بكت، بنحتاج بكت نحن. ذبحوا هذا الخايس. ووو، عنده ويت وعنده دنيا وعنده حركات، فنانين الفيران يسرقون الموسم كله. انا يشل عنهم الحين، بيستوي بالعكس، الاول يسرقون عني، الحين اسرق عنهم. ما يكون في النار. نبقى حديد، نبقى حديد كرافت. ما عندي خشب وايد، عندي اسدني هالليتات هاي، تسدني الحين حاليا يعني. هذا الحديد هني، مريت في حضن الحديد، اللي هو اكثر من ممتاز.
ليش يبي ينط فطر يعرف؟ بس خريطة عودة شوي ترى أكبر عن هايش. يا الله هذا ثلج توه طايحة. يبالا هذا سوي له بيت. يبالا ايوه الحين نذبحه الخروف. يا الخروف ليش ما تقول خروف؟ تحس انها سب، تحس انك تسب العالم تقول خروف. يا خروف يا خروف هني اماكن الليتات نفس اللي فوق. على اساس نحن بنسوي لازم حفر بالطريقة هاي. اكوب عندنا ستون نحن اصلا. اذا خسر ستون على هذا لا ما عليه، بعدين نسوي لهم حديد دايركت هايل. تعرف شو كنسل هذا كله خلهم يشتغلون هني اساس يشتغلون بضمير. تعال انت هني، تعال انت هني. هاي بسوي له مصيبة اذا ما سوينا بسرعة اسلحة وحركات. قاعدين يعقون سماني برا على الكلب. السنباء متخفي رمل عندي بعد زين. شكله ما بيكون عندي مشكلة وايد في الرمل. بيعوزني على شوي. اوه شوف شوف صار ولا ما شفته. عجيب عجيب. هاي من فوق مش اللي مش مهني يا حبيبي. المهم هاي الحلقة الأولى البداية جديدة وقت الحلقة خلصت من صدق، فهذا بينا شكله يروم لا ما يروم. أوكي فنشوفكم إن شاء الله في حلقة جاية عقب البداية الجديدة. بنشوف إن شاء الله الحلقة الجاية شو بنسوي. بنبدأ نطلع ننتج ماي، لازم ننتج ماي الحلقة القادمة إن شاء الله. فمشكورين على المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.